السلام عليكم. نكمل موضوع الـ Analytical Solution of First Order Ordinary Differential Equation. أخذنا بالمحاضرة السابقة أول نوع من الـ First Order Ordinary Differential Equation اللي هو Separable First Order. اليوم ناخذ الـ Homogeneous First Order، النوع الثاني Homogeneous First Order. راح نتعلم شلون نحل differential equation first order في حالة كونها homogeneous. أول شيء لازم نتعلم أو نثبت أنه هذه differential equation هي homogeneous. هي homogeneous. شلون نثبت أنه هي homogeneous؟ راح نسوي الآتي. راح نفرض أنه عندنا دالة differential equation العفو بهذه الصورة. يجب أن تكون differential equation بهذه الصورة حتى نقدر نشيكها نشوفها homogeneous or not. فرضا عندنا function m of xy مضروبة في dx equal function أخرى اللي هي n of xy مضروبة في dy مضروبة في dy. إذا تلاحظون أنه هذه differential equation بها حد واحد بي دي اكس مع دالة اخرى مضروب في دالة اخرى بدلالة الاكس والواي، وكو حد اخر مضروب بي دي موجود دي واي مضروب في دالة اخرى اللي هي الان اوف اكس واي. يعني يجب ان نرتب الديفرنشيال اكويشن بهذه الصورة حتى نشيكها انه هذا الديفرنشيال اكويشن هوموجينيوس اور نون هوموجينيوس، هوموجينيوس اور نون هوموجينيوس. شو وقت تكون هسه الدالة هاي homogeneous؟ شو وقت تكون الدالة هاي homogeneous؟ عندما تكون هذه الدالة وهذه الدالة both of them homogeneous to the first to the same degree to the same degree. يعني لازم هذه الدالة الام of xy تكون homogeneous لدرجة معينة، والان اوف اكس واي ايضا تكون هوموجينيوس لنفس الدرجة الخاصة بالدالة ام اوف اكس واي. ام اوف اكس واي شلون نعرف انه هذه الدالة هوموجينيوس لدرجة معينة او هذه دالة هوموجينيوس لدرجة معينة؟ ايش راح نسوي؟ راح ناخذ الدالة الام اوف اكس واي راح نعوض بيها بمكان كل اكس راح نخلي لمبا اكس، وبمكان كل واي راح نخلي لمبا واي، راح نخلي لمبا واي بطريقة ما راح اذني بالمعادلة اللي هي طبعا هاي اكو معادلة تجيكم بيها اكس وواي، راح تعوضون بمكان كل اكس لمبا اكس، بمكان كل واي لمبا واي. نرتب بعدين بطريقة معينة بحيث نسحب اللمبة عامل مشترك، نسحب اللمبة عامل مشترك نطلعها خارج قوس بحيث يكون الناتج بهذه الصورة، يكون الناتج بهذه الصورة بحيث الناتج يكون لمبة مرفوعة الأس N مضروبة في نفس الدالة ترجع M of XY. من نقدر نسوي هالشكل؟ طبعا مو دائما نقدر نسوي، إذا ما صارت الدالة بهذه الصورة راح نقول عليها non homogeneous، راح نقول عليها نون هوموجينيوس. من تصير بهذه الصورة راح نقول هذه الدالة differential equation، راح نقول هذه differential equation homogeneous للدرجة n، العفو هذه الدالة راح تكون homogeneous للدرجة n. ايضا نسوي نفس الشيء لـ n of xy، نعوض مكان كل x لمبا x، مكان كل y لمبا y، بعدين نسحب اللمبا عامل مشترك، فراح تصفانا n of xy راح تكون بهذه الصورة. n of xy راح نعوض مكان كل x لمبا y، بعدين نسحب عامل مشترك. هسه راح تلاحظون شلون بالمثال بحيث ترجع الدالة نفسها n of x y.
إذا تلاحظون عندنا هنا N وهنا N، هذه الN إذا طلعت متساوية معناها الدفرنشيال كلها differential equation كاملة homogeneous، differential equation homogeneous. من تكون differential equation homogeneous ايش راح نسوي؟ بهيك حالة عندنا طريقة نقدر رأسا نستخدمها نحل هذه differential equation، نحل هذه differential equation ايش راح نسوي؟ راح نعوض بمكان كل x بمكان كل y ux، او بمكان كل x dy، بمكان كل x راح نستخدم واحدة من ذني، واحدة من ذني. بمكان كل y راح نخلي ux، او لاحظوا او مو ثيناتين، بمكان كل x راح نخلي vy vy. اذا تريدون اعتمدوا هذه مثلا ال y يساوي ux، نجي نعوض y يساوي ux بالdifferential equation هنا، يعني وين ما نلقى y نعوض بمكانه ux، ايش راح يصير؟ راح هذه الdifferential equation راح تنقل من الحالة الهوموجينيوس راح تصير سيبرابل، راح تصير سيبرابل اللي هو السيبرابل فيرست اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشن اللي تعلمنا بالمحاضرة السابقة شلون نحلها. يعني طريقة حل الهوموجينيوس فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن، اول شيء نشيكها نرتبها بهذه الصورة ونشوف هذه الدالة الـ M of XY homogeneous لو لا، وهذه الـ N of XY homogeneous أو لا. لازم اثنيناتين يكونن homogeneous لنفس الدرجة. من تتحقق هذه الحالة ايش راح نسوي؟ راح نعوض بمكان كل Y UX أو بمكان كل X VY، راح تطلع لنا differential equation جديدة، differential equation جديدة. هاي differential equation جديدة راح تكون separable، اللي هو نقدر نحلها بإحدى طرق السيبرابل اللي خدناها بالمحاضرة السابقة. خلي ناخذ مثال ونشوف هاي شلون تصير. فرضا عندنا هذه الدالة الديفرنشيال إكويشن، نريد نحلها أناليتيكالي. شو نسوي أناليتيكالي؟ أول ما تبدون قلنا بصورة عامة لأي معادلة لا على التعيين، من تريد تحلها شو تسوي؟ تشوفها أول شيء أسهل نوع اللي هو سيبرابل، تشوفها سيبرابل أور نوت. صارت سيبرابل تحلها على الطرق الخاصة بسيبرابل، ما صارت سيبرابل شو تسوي؟ تجون تشيكوها هوموجينيوس أور نوت، هوموجينيوس أو نوت. على مود نشيكها هوموجينيوس أو نون هوموجينيوس لازم نرتبها بحيث دي إكس ويا دالة يساوي دي واي ويا دالة معينة، يعني نسويها عبارة دالة عن حدين. قد تجي هاي مبعثرة، يعني إذا تلاحظون الدي اكس احتمال اكس تربيع دي اكس زائد 3 واي تربيع دي اكس ناقص 2 اكس واي دي واي يساوي صفر، مبعثرة بطريقة. فأنتوا تحاولون تجمعوها بحيث تطلعون الدي اكس عامل مشترك فراح تبقى ويا دالة، والدي واي عامل مشترك فراح تبقى ويا دالة. بعد ما ترتبوها بهذه الصيغة، هسه هاي تقريبا هي مجمعة بس راح ننقل هذا للطرف الأيمن، راح يصير بهذا الصورة، راح يصير بهذه الصورة. راح نفرض هذه الـ M of XY، طبعا بكيفكم أي رمز، احنا إذا نستخدم M of XY الـ M تفرضوا ويا الـ DX بكيفكم بالعكس، لكن هسه على مود يصير الحل نموذجي راح نفرض راح نعتمد الـ M ويا الـ DX. فهسه هذه الـ M إذا تلاحظون function للـ X والـ Y، وراح نفرض هذه الدالة اللي مع الدي واي راح نفرضها n، اللي هي ايضا تلاحظون فانكشن للاكس للواي، فانكشن للاكس للواي. طبعا لو كانت فقط اكس هنا نفس الشيء، ايضا نفس الشيء، معناه مو هوموجينس لان ما راح تقدر تسحب عامل مشترك يعتمد على هذه الداله شلون يصير. يعني هنا لو عندنا فقط x تربيع، فقط x تربيع، من نعوض مكان ال x لمبا x راح تطلع عنا homogeneous للسكند degree. المفروض هذه تطلع homogeneous للسكند degree حتى نقول على هذه differential equation homogeneous. ايش راح نسوي هسه؟ راح نعوض مكان كل x بمكان كل x راح نعوض لمبا x، وبمكان كل y راح نعوض لمبا y. فإذا تلاحظون طريقة التعويض هنا عندنا x تكعيب
العفو x تربيع، فش راح نعوض لمبا x تربيع بلس 3 y تربيع اللي هو ايش راح نعوض بمكانه لمبا y. طبعا اللمبا y تربيع، لمبا y تربيع هذه نبسطها راح تصير هنا، انا راح اشرح يصير لمبا تربيع x تربيع بلس 3 لمبا سكوير y سكوير. اذا تلاحظون عندنا هنا حدين، هذا عندنا لمبا تربيع هنا ولمبا، نقدر نسحب عامل مشترك لمبا تربيع، ايش راح يبقى لنا x تربيع بلس 3 y تربيع بلس y. اذا تلاحظون ايضا انه هذا هو نفس الام، هذا نفس الام اللي هو هذا. اذن هذه الداله homogeneous to the second degree، homogeneous to the second degree اللي هو هذا نفس الحكي هنا، homogeneous to the second degree لان سحبنا طلعت الان قيمتها 2. هسه نطبق نفس الشغل هذا على الداله اللي مع الدي واي اللي هي الان اوف اكس واي، اللي هي الان اوف اكس واي راح نجي نعوض بمكان كل اكس، ايش راح نعوض لمبا اكس، وبمكان كل واي راح نعوض لمبا واي. نشتغل نفس هذا الشغل على الاثنين اكس واي، راح تطلع لنا بهذه الصوره. نسحب ايضا اللمبا هي تبقى موجوده فيصير لمبا. اذا تلاحظون هنا هذه الان 2 وهذه 2 وهذه 2. اذا ايش اقول؟ الديفرنشال اكويشن هوموجينيوس، الديفرنشال اكويشن هوموجينيوس، يعني هذه الفانكشن هوموجينيوس to the second degree، هذه الفانكشن homogeneous to the second degree، second degree second degree. إذن الdifferential equation الكلية، الdifferential equation الكلية هذه homogeneous، هذه homogeneous اللي هي يا هي اللي هي يا هي هذه. إذن هذه differential equation homogeneous، homogeneous. بما انه هذا الديفرنشال اكويشن homogeneous عندنا طريقه نقدر نحلها مباشره، اللي هي ايش راح نسوي؟ اللي هي ايش راح نسوي؟ راح نفرض اليو الواي equal يو اكس، الواي equal يو اكس. اذا الدي واي تساوي الاولى في مشتقة الثانيه اللي هي يو دي اكس بلس الثانيه الاكس في مشتقة الاولى دي يو، الاكس في مشتقة الاولى دي يو. نيجي نعوض هذني هذن نعوضهن بالديفرنشال اكويشن الرئيسيه، بالديفرنشال اكويشن الرئيسي. راح نجي هنا اكس تربيع يبقى نفس هالاكس تربيع بلس 3 y سكوير، دي الواي منين نجيبه؟ نجيبه من هنا، راح نعوض مكانه يو اكس، راح نعوض مكانه يو اكس. بعدين مضروبه في دي اكس ماينس 2 الاكس يبقى نفسه اكس، ما راح نغير الواي هنا، نعوض مكانه يو اكس، نعوض مكانه يو اكس. مضروبه في دي واي، دي واي هنا راح نعوض مكانها هذا الحد اللي هو يو دي اكس بلس اكس دي يو، فراح تطلع عندنا الدالة بهذه الصورة، تصير الديفرنشال اكويشن الجديدة بهذه الصورة. مجرد عوضنا هذا بالديفرنشال اكويشن الرئيسية تحولت من ما هي هوموجينيوس، راح تصير هذا الديفرنشال اكويشن الجديدة اللي هي سيبرابل، اللي هي سيبرابل. فنيجي نبسط نطلع عامل مشترك، فراح تصفالنا بهذه الصورة، بهذه الصورة. اذا تلاحظون هنا هذه دالة مضروبة في دي اكس تساوي دالة مضروبة في دي واي،
هنا حتى نكامل الطرفين لازم الدي هنا عندنا فقط اذا هذا الحد ما نحتاجه لازم نقسم عليه. ايضا بالطرف الايمن هنا ديو نحتاج فقط يو عندنا اكس اذا الاكس ما نحتاجه لازم نقسم عليه. اذا نقسم كل المعادله على 1 بلس يو سكويرد مضروب في اكس مضروب في اكس راح تطلع يعني الناتج يصير بهذه الصوره. هسه هنا نقدر نكامل تكامل هذا يساوي تكامل هذا بلس كونستانت اذا تلاحظون هنا دلاله الدي اكس والدي يو سيبرابل. هسه تكامل الدي اكس على اكس باللين لين ابسوليوت اكس طبعا لا تنسون الابسوليوت لين ابسوليوت اكس تساوي تكامل هذه ايضا باللين تفرضون اليو يساوي 1 بلس يو سكوير وتطلعون الدي يو وتردون تعوضون يطلع لين ابسوليوت 1 بلس يو سكوير بلس كونستانت هذا هو جنرال سوليوشن هذا جنرال سوليوشن. اذا تلاحظون هي اصلا المعادله فيست اوردر طلع لنا كونستانت واحد جنرال سوليوشن. هذا نقدر نبسطه بعد اكثر مثل ما تعلمنا ننقل هذا لين للطرف الايسر لين ماينس لين يصير لين ديفيجن بهذه الصوره يساوي كونستانت ناخذ اكسبوننشال للطرفين حتى نتخلص من اللين راح يبقى لنا هذا ينزل نفسه الاكسبوننشال سي قلنا الاكسبوننشال دائما موجبه نعوضها كي سكويرد اللي هو كي سكويرد اولويز بوزيتيف. نجي حتى نتخلص من الابسوليوت نضيف زائد ناقص كي سكوير وهذا الزائد ناقص كي سكوير نقدر نكتبه لمبا بحيث اللمبا لا تساوي صفر طبعا هذه اللمبا تختلف عن اللمبا هاي القديمة ما لها دخل مجرد كونستانت هسه يساوي صفر. اذا هذا جنرال سوليوشن بصيغة ثانية اذا اراد البارتيكولار سوليوشن لازم يعطينا بالسؤال كونديشن واحد. ليش؟ لان عندنا كونستانت واحد راح يقول لنا مثلا عندما الاكس تساوي 3 الواي ايكوال 4 فايند البارتيكولار سوليوشن. نجي نعوض 3 ب 4 نحسب قيمه اللمبا يطلع لنا رقم نرجع نعوضه بالجنرال سوليوشن يطلع لنا البارتيكولار سوليوشن اللي هو حل خاص خالي من الثوابت هذني هوم وركات 3 ثلاث معادلات differential equation مطلوب حلها. طبعا هسه حاليا ذني موجودات ضمن هذه المحاضرة اللي هي خاصة بالهوموجينيوس لكن ما يعني انه المعادلة ممكن تكون separable. في بعض الاحيان المعادلة ممكن تنحل باكثر من طريقة هاي تنتبهوا لها فانتوا تروحون على الطريقة الاسهل اول شيء تشوفها separable انحلت بالseparable اوكي ما انحلت تروح تشيكها homogeneous احتمال ما تصير هوموجينيوس ولا سيبرابل اكو بعض طرق ان شاء الله راح ناخذها تنحل بطرق اخرى. هذني ثلاث معادلات ديفرنشال اكويشن حاولوا بيهن وهنا أنا مجرد ملاحظات لبعض الحالات الخاصه اللي ممكن نحولها للهوموجينيوس او السيبرابل. ايضا هذه حاله خاصه اذا جتكم معادله بهذه الصوره نقدر نحلها بهذه الطريقة شكرا.